السلام عليكم، معكم واحد من الضحايا ديال سرقه السيارات، معكم طهلول يونس سائق سياره الاجره من الصنف الاول. انا وقع لي واحد المشكل مع الناس هذو في 25/12/2020، كان جاو عندي، كنت نعس في المصحه ديال الشيخ زايد. ديك الساعه كانت كورونا، كنت نعس في السبيطار، يعني تصدمت من جاو دخلوا عندي حتى للسبيطار، خرجوني من السبيطار على اساس بان كيتكلموا معايا على حسب السياره، ما السياره ما فهمت والو. من خرج قدم لي واحد راسه بانه ضابط شرطه قضائيه ومعاه مفوض ومع الناس ديال المسؤولين ديال الشركه. ملي تعرفت ليش المشكل قال لي راه عندك مشكل ديال الطريطات ما خلصتيش. قلت له حنا راه مرض ما عنديش كي ندير دابا، ولكن ما عنديش مشكل مع الطريطات، يعني عندي واحد شهرين. قال لي لا راه عندك بان عندك ديال كوفيد. قلت له كوفيد حنا دفعنا الطلب ديال كوفيد. قال لي لا داك ديال الطالب اللي دفعتي كوفيد راه ما تقبلش لك. قلت له كيفاش ما تقبلش، حنا دفعنا الطالب، راه الطالب على دفعنا على الجميع. قال لك لا راه ما تقبلش لك الطالب. مشينا عاود قال لك كتمشي معنا، قلت له شنو خصني ندير؟ قال لي حنا على حساب الظروف اللي كتعاني بها دابا انت مريض غادي نديرو معاك مزيان. قال لي غتمشي معنا لاجونس اللي كاينه في رباط شارع محمد الخامس، غنتكلموا معاهم ونقول لهم حنا جبناه لكم وان السيد راه مريض، ما نديرو مع والو حتى يحط واحد الشيك ولا شي ضمانه تيخرج من السبيطار ويجي يقاتل الوضعيه الحسابات ديالو. تميت غادي معاهم يعني في السياره ديال الطاكسي، انا كسبتو راسي، سبتو راسي بيديا. بقيت غادي شويه، قال لي نهبطوا للولجه. قلت لي علاش شنو غادي نديرو في الولجه؟ قال لك راه عندنا واحد البيرو ديالنا تمايا، غادي نعطيك شي وثائق بان باش يعرفوك بان راه حنا اللي جينا عندك. فعلا مشيت معاهم عادي حتى للولجه، دخلوني لذاك الفيرما مي وصلت لها. قلت لهم هادي راه فيرما، هادي راه ماشي بيرو هنايا. قال لي لا راه حنا عندنا داير واحد البيرو ديالنا هنايا. مي دخلوني سدوا لي واحد الكراج كبير، جا عندي واحد يعني راه باقي ما تعتقلش، راه باقي هارب خدام عندي. قال لي خويا داك السيرو ديال والكارت كريز ديالك. قلت ليه علاش؟ قال لي باش نقيدوا داك السيري ديال الكارت كريز والنمره اللي في كونتاكت. انا على نيتي ما عارفش هاد الاجراءات هذه، عطيته سيروس بيديا، عطيته كارت كريز بيديا. جا واحد من هاد المعتقلين اللي دابا راه حي المعتقل، جهز خدا السيروس والكارت كريز عطاهم لي وهرب بهم في الطوموبيل. انا ما فهمت والو، مي بقيت كنهضر مع ديك الدراري تما. قال لي شنو باش شنو غادي ندير؟ باش قال لي الحل اللي غادي دير هو سير اخويا تجيب الشيك ديالك ولا شويه دابا تعطيهم ديك لاجونس باش يفكوا معاك ولا شنو غايديروا معاك، شي حل مع الطوموبيل صافي راه مشات لك. قلت له ما قلتوش لي هذه المره الهضره في الاول، ما قلتوش لي، قلت له بان غادي نمشيو تعطيه هكا حط الشيك ديالك ويقادو معك الوضع ديال الحسابات ديالك تخرج من المستشفى وديك الساعه يكون خير. تخيل دابا اللي غنديروا فيك كاك زعما هما ياك، غادي نهزوك غادي نديوك نوصلوك للدار على اساس باش تجيب كارنيت شيك. قلت راه اجراءات عاديه، غير جيب كارنيت شيك ديالك، حط الشيك عند لاجونس هنايا، حط عليهم شيك وجي خذ السياره ديالك. وصلوني حتى للدار، طلعت باش نجيب كارنيت شيك. فعلا من هبط لقيت مهربو، يعني وليت كنتفاجئ كنقول واقيلا السياره ديالي تسرقات. يعني ما عطاوني شي وثيقه كدل بان هاد الناس خدامين مع شي هاد الشركه اكس اللي جات عندي انايا، ما عرفتهاش شكون هاد الشركه الله اعلم. حما غمثلوا لي راسهم بان متابع لشركه اكس، انا ما عرفتهاش، واخا انا هي داير فاتح معاها كريدي بصح كاين، ولكن مي مشاو داو لي الطوموبيل حطوني في الدار وهربوا مشاو. يعني تفاجئت بان قلت هادو واقيلا الشفاره. اضطريت نجي للرباط لاجونس نسقسيهم، قلت لهم بان واحد السياره ديالي راه عندكم، راه جاو داوها ليا شي وحدين. قال لي واحد قال لي راه عندنا. ايوا قلت ليه مي السياره عندكم؟ وما جاتو ليا لا حكم لا مفوض لا حتى وثيقه، ما عندي شاده في يدي باش نهضر، ما يمكنش. قال لي يا خويا هذيك راه اجراءات ديالهم، انا راه بعيد من هذا الشيء هذا. قلت له بصح انت راه بعيد، انت جالس في البيرو، انت تعرضتي للسرقه بالخاطر ديالك. بالخاطر ديالي انا مشيت يعني عادي، قلت بان جايبين المعلومات علينا دقيقه، يعني عارفين السميه الكنيه السياره شحال مطريطه عندها كوفيد، دخلوا هما كل شيء يعني في المشكل دخلوا في كوفيد، وحنا كوفيد راه العالم كامل كوفيد عليا غير هنا، ما عنديش انا مشكل. وها هو كاع جوج طريطات تاخرت، انا كنت نعس في المستشفى وركبوا على الموجه ديال فهمتي وداز. قدمتي في الشكايه؟ انا ما كنتش درت شكايه، انا كنت اضطريت على حساب الطاكسي، انا عادي خلص، انا ما كنتش عارف والو ان شي تخلص المبلغ اللي اديتي. خلص انا غير هذاك اللي ديال الصحاب استرجاع السياره، خلصت لهم 10730 درهم، وعاد قال لك اسيدي غتخلص لنا هما ديال الشركه اكس، قال لك غتخلص لنا 17000 وشي حاجه اللي خلصت ليهم. خلصتي عليهم؟ خلصت عليهم باش ترجع السياره ديالي، هو داك الشيء اللي خلصته ما كانش عندي، يعني ديك 17000 درهم ديال كوفيد ما كانش عندي، يعني بزاف. انا كوفيد راه تعجل ماشي باش نخلصو، انا كنعرف كوفيد تعجلوا الطريطات، مي انا خلصت 17000 درهم يعني اضطروني نخلص كوفيد، وانا ما خصنيش نخلص كوفيد، يعني دافع الطلب ديالي. قال لي لا راه الطلب ديالك ما تقبلش، ودازت الوقت حيت انا وقعت لي جوج مرات الحالات معاهم، دازت الوقت يعني فض شهر 6 في 2022 16 في شهر 6 2022 جاو عاوتاني وحدين عجبوني حتى المحطه، يعني في طريق قنيطره وقفوا عليا
قال لي انت ميسيو طهلون يونس؟ قلت له ايه. قال لي راه معك الناس من الشركه ديال اكس. قلت له مرحبا ياك لاباس. قلت له انا الساعه راه ما عندي لا مشكل لا والو. قال لي راه بصح راه ما عندك لا مشكل لا والو، ولكن راه الشركه اللي في الرباط راه بغاوك لاجونس اللي بغاوك. قلت له علاش بغاوني؟ اللي بغاوني عندي الهاتف ديالي يتصلوا بيا وهذه الى اخره. قال لي لا في الضروره تكلم ليهم، وهذه راه انت راك ديجا راك واقع في هذا المشكل، باش ما يوقعش لك واحد المشكل كبير خاصك تلتجع معنا باش تحدث معاهم. مشيت معاهم على النيه ديالي انا في الساعه كنت كنشارجي كنعمر وزن هبط البلايسمنت تاكسي. راه ما دريت المحطه كاع شافوا الدري اللي جاو عندي المحطه، راه كاع دريت انت كتعرفي الطاكسيات كيكونوا هنا كنكونوا حنا مجموعين كاملين. شافهم كيتحاوروا معايا هضروا معايا ومستغربوا الدراري صحابي في الطاكسي. قال لي علاش هبطتي البلايص؟ قلت له ما دار الناس راه جاو عندي مسالك عندي شي مشكل ماشي مشكل، انا نمشي نشوف هذا المشكل اللي عندي شنو هو. انا من لحقت للرباط يعني في شارع محمد الخامس اون فاس مع لاجونس، تلاقيت مع الناس بزاف يعني واحد من هذ اللي معتقلين دابا حاليا، راه كاين جوج اللي معتقلين دابا حاليا على اساس جا عندي قال لي انت عاوتاني. قلت له كيفاش انت عاوتاني؟ اش بيني وبينك؟ حتى هذا اللي ديجا اللي ضحك عليا ملي دا لي الكارت كريزو سيرت تلاقيت به ونيت واحد من الضحايا اللي معتقل دابا. جا قال لي راه عندك مشكل ديال الطريطات. قلت له راه ما عنديش مشكل ديال الطريطات، الطريطه الا عندي عندي شهرين يعني هذا هو الشهر الثاني يعني ماشي شي حاجه عادي نقدو نخلصوا هادشي ما كاينش. حيت هما ديجا قالوا لنا قالنا خص ما طيحش في الطريطه الرابعه، هذه هي الهضره ديالهم هما تيقولوا لنا في لاجو غير ما طيحش في الرابعه كتولي اجراءات قانونيه، هذيك كيقولوها لنا كياكدوها علينا. رسالتك العداله. رسالتي العداله ياخذوا لنا حقنا ويردوا لي غير فلوسي بعدا، اصلا ردوا لي فلوس. واخا سمعنا بان احد الضحايا بغى يتصالح معاك يعني مقابل التنازل. لا ما كاينش. لا ما كاينش. لا ما كان تواصل مع حتى شي واحد ما كيهضروا. عندنا استاذ اذا كان شي حاجه راه كلشي عن طريق الاستاذ.